السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه وسهله ولذيذه في نفس الوقت. الروز غادي نديرو بالقرعه الخضراء وبالقمرون، غنحتاجو بصله بيضاء، نص بصله، المعدنوس، قشور ديال القمرون باش نسلقهم وناخذ داك الماء باش غادي نمرق. هانتوما معايا وبزيره ومليحه، هانتوما معايا. غادي نديرو هادو ما يطيبو من الاولين باش ناخذ هذاك لو جو ديالو. غير شويه الماء نزيد شويه الماء. هنا غادي ندير زويته العود، زويته بلديه، غادي ندير البصله هي الاول. نحمر شويه، حيت هاد الماء اللي ديال القشور ديال القيمون هو فاش غادي يطيب الروز، هو فاش غادي ندير الروز يطيب. تهبط مزيان، عاد نديرو القرعة، القرعة من الأحسن تكون ديك القرعة الباهتة، الخضرة الباهتة، كتجي بنينة مذاقها زوين. ها هي البصله دابا طات، غادي نديرو القرعه، القرعه حتى هي شويه تحمر مع البصله. هاد القدر ديال هاد بالنسبه لثلاثه ديال الناس، الروز تقريبا 200 غرام ولا 150، المهم ما عبرتوش. نخليو الروز شويه القرعه تهبط بيد ما طاب هاد الشور ديال الخوتي يطبقو داك المذاق ديالو، عاد غادي نزيد الروز ان شاء الله. ها هي دابا القرعه حمرتها مزيان مع البصله، دابا غادي نزيد الروز هو غادي يتحمر، غادي نحمرو مزيان مع نزيد البوطه، نحمرو مزيان مع القرعه. باقي ما درت هنا لا بزار لا ملح لا والو، صافي نخليه واحد شويه يتحمر. هاني صاوبت هذاك الماء ديال الحوت، قشور ديال الحوت، هو باش غادي نبدا ندير المرقه باش يطيب الروز. دابا غادي ندير شويه ديال البزار، ندير الملحه، اللي كيبغي يدير شويه ديال السودانيه يديرها، انا غادي ندير غير البزار ومليحه. صافي كيبقى يتحمر، حتى دوك الحبات كيوليو ترونسبارون، كيوليو كيبينو، كيبقاوش بيضين. عاد ديك الساعه كنبدا نزيد هذا المرق ديال الحوت.
هذا كنحمر فيه. دابا غادي نبدا ندير شويه بشويه، هذا المرق تيتزاد بشويه بشويه، ماشي تبقى وحده، تيتزاد بشويه بشويه. هذا الماكلة سميتها الريزوتو طاليانية، ما كدارش فيها الثومه، كدار فيها غير البصله. كنزيد المرق بشويه بشويه، صافي. والسر ديالها ثاني ما تيبقاش، ما تنبقاش نحرك بزاف، خاصكم شي مقله تكون مزيانه. دابا غادي نخليها هكا ثاني حتى نحس بهذيك المريقه تشربات، ونعاود نزيد ثاني واحد المغرفه اخرى، وفي الاخر غادي نزيد المعدنوس والحوت، والاخير في الحوت دغيا كيطيب جوج دقائق تيطيب، باش ما يكونش ما يجيش قاصح ما يجيش ناشف، كيبقى داك المذاق ديالو زوين مجهد. هاد الثومه كيف ما تتشوفوا ها هو نشف، غادي نزيد ثاني مغرفه اخرى ولا جوج، بشويه بشويه، خاص ما يكونش بزاف، خاص شويه بشويه يتزاد. نخلي ثاني حتى يشرب هاد المريقه، كنبقى هكا حتى تتكمل، حتى كيكمل في الطياب. ها هو نشف ثاني، غادي نزيد ثاني مغرفه اخرى على عافيه مهيله، خاصو يطيب ماشي على عافيه مجده، ضروري ما خصوش يتحرك غير بحال هكا، صافي. نخليه ثاني يطيب شويه عليه. الماكله اللي كتكون بنينه كتبغي الخاطر وغير على عافيه مهيله، كتجي الماكله بنينه. ايوا المهم خليه دابا كيطيب، عاوتاني فاش غادي ينشف غادي نزيد ثاني واحد المغرفه اخرى حتى يطيب. هنا عندي حوته غادي نديرها في هذاك الكاغيط في الفران، غادي ندير ليها ثومه غبره هي الاولى، غادي ندير لها شويه ديال البزار، شويه باش ما يطغاش عليها، ومليحه مليحه، والحامض، الحامض هكا مقطع هكا نصف دائره، جوج حامضات غادي نديرهم هنايا لداخل، وغادي ندير حتى هاد لي طوماط هكا مطيشات هكا لي طوماط سوغيز، غادي ندير وحيده جوج نديرهم لداخل هما والمعدنوس. كيجي زوين هاد الطريقه، كتجي بنينه وساهله. المعدنوس وغادي ندير هاد المطيشات هكا من الفوق، وهادو غادي نديرهم من التحت. غادي ندير خويط ديال زيت العود، هكا شويه، ومن الداخل عاوتاني، كيجي زوين هكذا دغيا كيطيب، قسمين كيطيب، صافي. ونسد عليه نديرو في الفران هكا، ندير لي طاسه الالومنيوم من الفوق. اي فوطه عندكم تقدروا ديروا لها هذه الطريقه، هذه فوطه ديال السماره ماشي ديال الباج، صافي. غادي نخليها واحد شويه على ما يقرب يطيب الروز، وغادي نديرها في الفران ان شاء الله. ها هو غادي نزيدو مرة أخرى، يتحرك غير هكذا، ما يتحركش بلا هاديك. أنا عندي واحد البصيلات، أوبلا، ها هو نشف عاوتاني، غادي نزيدو مرة أخرى. خاصو الوقت، هاد الطريقة كتبغي الوقت والخاطر، المذاق راه كيجي رائع، لذيذ واحد الدرجة ما تصوروهاش، وساهل شي فيه المقادير قلال،
وزوينين بنان كيجيو كيتواتاو مع بعضياتهم. غير خاصكم ديروا شي مقله، ما مقله ولا المهم شي حاجه اللي تكون ما كتلصقش، والعافيه والبوطه على المهل. عندي نزيد ثاني. وبالنسبه للدراري الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضره، هذا راه زوين ليهم، كيجي حتى بلا حوت بلا والو، كيجي بنين. هو دابا صافي، دابا غادي نبدا نحط خشيو معك باش يطيبو، نخشيو من بعد. غير شويه ما كيبقاش بزاف، غير باش يدير المذاق صافي. كيطيبو هما غير بصح درا كيطيبو جوج دقايق. صافي نديرو المعدنوس من فوق، صافي نخليه واحد شويه. صافي هو وجد طاب، غادي نبدا نحط دابا. صافي نطفي عليه، بسم الله. هو تيجي لذيذ قدامكم سخون. بنين والله الا بنين وخفيف. اللي باه كيدير ريجيم ولا المهم اللي يدير ريجيم، اللي ما دايرش ريجيم راه مزيان ليه. من داكشي والله الا لذيذ وحق الله العظيم. جربوه. دابا نوريكم الحوت حتى تجي. بسم الله. هيا كتجي هي زوينه وشاربه، كتجي بنينه من داكشي. نحطها الوسط، كتجي لذيذه. يلا الصحة والراحة. اللي عجباتو الوصفة يدير ليا جيم وابوني وان كومونتير زوين لعجبكم. يلا بالصحة والراحة الوصفة الجاية ان شاء الله.